لا شنو واقع في الدار البيضاء اليوم؟ غيوقع شي حاجه في الدار البيضاء غتبدا من اليوم وغدا حتى بعد غدا فوالا من 6 حتى 8. الوغ شنو كاين؟ كاين الدوره الثالثه المهرجان وي كازابلانكا. جيسبر ما تكونش اخر مره. جيسبر ما تكونش اخر مره. ومعايا المدير ديال كازا ايفنت وي كازابلانكا سي محمد الجواري، مرحبا بك. اهلا وسهلا سي عماد، اهلا وسهلا المستمعين الكرام ديال اذاعه كازا ايفنت. صباح النور ديجا. اول حاجه غادي نقول لك مبروك عليكم الدوره الثالثه. الله يبارك فيك. هادشي كيبين التقديم ديالكم. الله يحفظك. هادشي كيبين بان الدوره الاولى نجحت والثانيه نجحت، دونك حنا غادي للدوره الثالثه. الدورة الثالثة فيها غتبدا اليوم مع حاتم عمور كاستاتي، غدا مع فريد غنام، مروان حجي وعلي مديدي نهار السبت. الو انا اول سؤال، كيفاش دازت الدورة الاولى والثانية؟ شنو البيلون ديالكم بالنسبة للدورة الاولى والثانية؟ فكيف قلتي يعني بطريقة تلقائية، مادام ان وصلنا للدورة الثالثة الا وان الدورة الاولى والثانية لقات واحد يعني واحد الصدى ايجابي، ولو انها يعني الدورتين راهي لا تعقلوا للاسف الشديد مروا بواحد الظروف ديال الكوفيد، يعني فهذه في الحقيقة تكون اول دورة هنايا غادي نلتقيو بالجمهور ديالنا مباشره، والفنانين ديالنا غيمكن لهم يكونوا اون بريزونسيال يعني بالحضوري مع الجمهور ديالهم والمحبين ديالهم. ولكن مع ذلك كيف قلت لك يعني واخا داك الظروف كانت صعيبه ديال الكوفيد 19 ويعني وكنا مضطرين باش نديروها عن بعد بستريمينغ، فكان واحد الصدى ايجابي مادام ان هذا فهاد الميزه ديال هاد ويكازابلانكا فيستيفال هو انه تتحاول تحتفل بالتراث الفني الموسيقي المغربي، يعني فهو تيكون اكسكلوزيفمون حصريا الموسيقى المغربيه وفنانين مغاربه، والحمد لله كي تعرفوا في الفن المغربي تبارك الله غني ومتنوع، فتيكون عندنا جميع الاذواق الفنيه لان دار البيضاء والبيضاويين هادشي باش يمتازوا، كل واحد تيبغي واحد الفن معين، فتنحاولوا ذاك الثلاث ايام انه نرضيو ماشي ما نقدرش نقول الجميع لان ما يمكنش ترضي الجميع، ولكن واحد الحصه كبيره ديال يعني محبي الموسيقى المغربيه. انا جوستومون ملي هضرتي على هذا التنوع، كيفاش كيتم اختيار ديال الفنانه في الدورات؟ بعد واحد سيغتيرمون غادي يكون عندكم واحد الضغط من بزاف ديال الفنانين يقول لك علاش ماشي حنا. تماما. فاحنا يعني قبل ما نوضعوا راسنا في ذاك الضغط اللي تدوي عليه، تنحاولوا نشوفوا يعني اولا شكون هو الفن اللي يعني عنده واحد المحبين كبار بزاف، لان سي لا لوا ديال لو بوا غولاتيف، يعني باش تنبداو بهم هو الاول، وحصه الاساس في هذا النوع من الفن بطبيعه الحال فهو الفن الشعبي. فإلى لاحظتي واحد لو ترون كومان، واحد لو دينوميناتور كومان اللي كاين في هذه الثلاثه الطبعات هو الفن الشعبي، ومن بعد تنحاولوا نمروا يعني لانواع اخرى، هذا هو هذا الشيء اللي تيكون. ولكن هذا السنه بالضبط فكيف قلتي الاخر ان شاء الله السهره غتكون عندنا يوم السبت اللي غادي تجي ان شاء الله ليله عيد المولد النبوي، الذكرى ديال عيد المولد النبوي. فذاك الشيء علاش البرمجه ديال نهار السبت فهي عندها واحد النوع واحد الشكل خاص، مادام ان اختارينا واحد جوج ديال الشباب اللي اليوم تبع يعني الصدى ديالهم فيما يخص الفن الاداء الطرب العربي وخصوصا يعني الموسيقى الروحانيه السي علي المديدي وكذلك مروان حجي، فاختاريناها تكون يعني مناسبه مع التوقيت او الاجنده ديال انها جات في ذكرى عيد المولد النبوي. اللهم متفقين بان المهرجان بالمجان. تمام، فهو مفتوح للجميع، وهذه بالعكس فتنظن بان غادي تكون فرصه باش لان الجميع يجي يشارك، كاين اللي شحال هذه باش شاف الفنان ديالو اللي هو تتبعه، فتكون فرصه. واللي نزيد لان ما يمكن ما نسيت ما قلتهاش، فهو غادي يكون في الفضاء ديال طورو اللي جا في العام. فوالا اكزاكتومون. ما كتحسسي جواري كاين دابا ولات واحد المنافسه بين المدن؟ هالرباط دارت المهرجان ديالها، وي كازابلانكا مازال وفيه بالليزيفينمون ديالها، ما كتحسوش بان واحد التشالنج اللي زوين، واحد المنافسه زوينه بين المدن؟ هذا الشيء اللي كاين، فهي منافسه ايجابيه. وفاش تتكب يعني في الاشعاع ديال المغرب يعني كبلد الحمد لله اللي عنده واحد التراث موسيقي متنوع، وهذا التنوع ديالو تيجعل بانه
ومتفتح. فهناك مهرجانات دولية، هناك مهرجانات وطنية، والحمد لله كل مدينة تكون عندها واحد الفرصة باش يعني تدير ذاك البصمة ديالها في إطار هذا التنشيط الفني الحمد لله. وعلاش؟ هذا دليل أن المغربي هو عنده واحد الأذان فنية، وكنا لان حنايا المنظمين كان ما كانش عندنا واحد الاجابه والاستجابه ديال والاقبال ديال الجمهور، فغادي ديرها المره الاولى، ديرها المره الثانيه وغادي توقف. مادام ان الحمد لله كاين هذه الاجابه وكاين هذا التفاعل ديال المتتبعين ديال الفن ديال الفن والفنانه بصفه عامه، فممكن اللي تيشجعك وتيحفزك باش كل مره تحاول تبدع وتكون ويكون عندك مواعيد كيف قلتي. فالحمد لله وكذلك تحاول يعني تحترم المواعيد ديالها، وان في مثلا تلقوا شي تظاهره الا وتتكون بواحد الاستمراريه. فهذا بالنسبه لنا دليل على انه كاين واحد التفاعل والاقبال ديال الجمهور. انا عندي واحد السؤال هذا شخصي دابا بحكم دابا وليتو حريفيه ديال لي زيفينمون، فهمتي بالطريقه ديالنا ولات الحرفه ماشي لا مي سي فري برافو عليكم. شنو ما بون كلشي كيبان لينا زوين حنا، ولكن شنو الصعوبات اللي كيكونوا في الكواليس؟ فالصعوبات اللي تكون في الكواليس اولا هو يعني كيف قلتي يعني اول صعوبه تكون عندك هو الاختيار ديال الفنانه. فاحنا الفنانه كلهم صحابنا، الفنانه كلهم تنحبوهم، ولكن للاسف الشديد فملي تكون عندك 3 سهرات ولو حتى 10 سهرات يعني تكون عندك فيستيفال على صعيب ما يمكن لك الا تختار، وذاك الاختيار بعض المرات تكون صعب. صدقني إلا قلت لك مثلا حنا في هاد 3 أيام كان عندنا تكون مسألة صعيبة، وداك الشيء علاش معمر داك الاختيار ما تكون غير عند شخص واحد. فمثلا حنا في كازا إيفنت تتكون واحد اللوجينة تيكونوا فيها 3-4 الناس وتنحاولوا نختاروا. فهذه هي الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية واللي هي يعني تتكون مهمة بزاف هو أنه خصوصا بالنسبة لكازا إيفنت فجميع تظاهرات ديالها الفنية فهي تتكون بالمجان يعني مفتوحة على العموم، تيكون داك الهاجس الأمني وباش يعني الأمور تمر بأمان ويعني وبسلامة، فتيكون هو الهاجس المهم والكبير. وهذه داير وعطيتيني فرصة باش يعني نتقدم بالشكر الحار للسلطات الامنيه والمحليه ديال عماله اونفا ومدينه الدار البيضاء بصفه عامه، لانهم في الحقيقه ملي قررنا باش يكون في الفضاء ديال ليسباس توغو فيعني هما مواكبين لنا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم السهرات بثلاثه يمروا في واحد الظروف اللي مادام ان داك واحد الشخص ولا واحد العائله تخرج من دارها تجي لعندك باش تدوز معاك واحد السويعه زوينه بالموسيقى وداك الشيء، خصك تضمن لها انها غترجع لها الحمد لله بسلام. تبارك الله عليك ان توكا برافو، نتمنى نشوفوك ان شاء الله. لا انا ديجا تما صافي. اخر سؤال اللي نديرو شي مباشر ان شاء الله، نديرو شي مباشر. لا مرحبا بيان سور مباشر، علاش لا، احنا شرف لينا. محمد جواري غندير لك اخر سؤال اللي ما عندوش علاقه مع المهرجان. كاينه شي حاجه جايه لكوب دي موند؟ تنشتغلوا عليها غاديش نقدر ديبوفي، ولكن راه تنشتغلوا ان شاء الله. Très bien. تبارك الله عليك، شكرا بزاف على محمد جواري كان معنا المدير ديال كازا ايفنت. الوغ وي كازا بلانكا ما تنساوش المهرجان غيبدا اليوم مع حاتم عمور كاستاتي غدا مع فريد غنام ومروان حجي مع علي مديدي نهار السبت. ما تنساوش ليفينمون بالمجان.